رأى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاحتفال الذي نظمه مركز المستثمر السعودي احتفالا وطنيا بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. مركز المستثمر السعودي يعد من القنوات المتميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكل المستثمرين السعوديين في البحرين عبر تسهيل وتسريع الإجراءات التجارية الحكومية التي يحتاجونها. تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني 89، أقيم في مركز المستثمر السعودي الذي يعد من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة احتفالا موسعا بهذه المناسبة، تعبيرا عن مدى الترابط الكبير الذي يجمع الشقيقة الصغرى البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. لا شك أن هذا اليوم هو فرح لكل المنطقة وليس فقط للسعودية، ونحن في البحرين نعتبر نفسنا أخوان وأشقاء للسعودية، وقمنا بهذه الفعالية البسيطة اليوم في مركز المستثمر السعودي في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتخليد هذه الذكرى، ولشكر أخواننا السعوديين اللي استثمروا في البحرين وعلى حرصهم على دعم الاقتصاد البحريني وثقتهم في استمرارية تعاملهم في الاقتصاد البحريني. مركز المستثمر السعودي ومنذ نشأته في العام 2017 نجح في تأدية المهام الموكلة إليه والمتمثلة بتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في البحرين والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز وتقديم الخدمات التي يحتاجها المستثمر السعودي ومتابعتها مع الجهات الحكومية المرخصة والمانحة للموافقات على الأنشطة التجارية. تعتبر الجنسية السعودية هي ثاني جنسية في عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين، وأيضا ثاني جنسية بعد الجنسية البحرينية في عدد المستثمرين في بورصة البحرين. وإيمانا بهذا الحجم من التعامل ونظرا لقرب العلاقات ولمتانة العلاقات وقرب المسافة الجغرافية، تقرر إنشاء هذا المركز لخدمة المستثمرين السعوديين. هذا المركز طبعا يعنى بالاستثمارات السعودية والأخوان السعوديين اللي حابين يستثمروا في مملكة البحرين، ونسهل لهم جميع إجراءاتهم من تسجيل، من استشارات، من خدمات أخرى، من عقود، من أي خدمة حتى لو تقع تحت وزارات أخرى إحنا نتواصل معاهم. الحقيقة شعورنا واحد، فالاستقبال هذا لم أحسس بأي غربة سواء كنت في الرياض ولا كنت في منامة، فنتمنى الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه العلاقة بكل قوة. وتعجبني كلمة الملك حمد عندما قال السعودية استراتيجية البحرين البحرين استراتيجية السعودية. داخل مكتب البحرين صراحة كل الأشياء موجودة، يعني الإجراءات يعني مسهلين أكثر بدون رسوم، يخلصون لنا كل الإجراءات الحكومية بالنيابة عننا، ما يخلونا نلف وندور وكذا، بالعكس كل شيء جميل. يعني المركز قائم ولكن الموظفين القائمين عليه هم وصلوا رسالة جدا رائعة من بلدهم لبلدنا حنا. الخدمة، طريقة الأسلوب، تسهيل جميع إجراءاتنا، ما خلونا محتاجين أي حاجة. فكرة تأسيس المركز كانت قد أطلت من نافذة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة ولتقوية جسور التعاون بين مملكة البحرين وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السوق الخليجية المشتركة، مما يسهم في تنمية القطاعات التجارية والصناعية والتبادل التجاري فيما بينهم. مركز المستثمر السعودي صورة متلألئة من صور أوجه التعاون المستمر والمثمر بين المنامة والرياض، وهو بوابة شرعت وما زالت تشرع في وجه كل سعودي يضع ثقل أمانه التجارية في بيئة البحرين الاستثمارية. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.